دونك اولا انا جو سوي ميمبر د اسوسياسيون النصر وهي اللي عطاتني وخولات لي هذه الفرصه باش انني نشارك في هذه المهمه التطوعيه من خلال انها قدمت لنا بزاف ديال لي فورماسيون ابروبو هاد لا ميسيون فولونتاريا زعما دي فورماسيون ديفيرون بحال لا كومونيكاسيون بحال بزاف ديال الحوايج. لو تيم ديالنا هاد العام هو توسكي اون غولاسيون افيك لانفيرونمون. كما كتشوفوا عندنا بزاف ديال لي بلان منهم لي بلان اللي غادي نخدموا عليه على تيكيوين والنموذج هو هذا اللي قدامكم دابا كنخدموا على الاحياء ديال دوار العرب ومن بعد عندنا بزاف ديال البلايص بحال انزا اغرود ايتترا بزاف. حنا باغيين علاش لا نكون هذه مبادره اللي نخليو زعما الناس يشوفوا هذا الشيء اللي كنديروا يوعاو به حيت الهدف ديالنا هو توعوي اكثر وعلاش لا هذا الشيء ينتقل من هذا الحي هذا لاحياء اخرى عبر اكادير ان شاء الله. متواجدين اليوم احنا هنا في تيكيوين مع جمعيه النصر. اول حاجه مع جمعيه النصر ماشي اول بروغرام اللي غادي نخدموه مع جمعيات كاينين على برا على ليتخونجي. هذا غادي يكون تروازيام بروغرام اللي غادي نخدموه بعد البروغرام اللي كان مع الريزو جي دو زيغ دوزيام اللي كان ذاك العام وهذا العام مع لامصيد. بالنسبه لهذا العام خدامين على لو تيم اللي هو ديال لونفيرونمون اي فوالا البروغرام فيه بزاف ديال المحطات. غادي نبداو بتيكيوين ابخي غنمشيو لانزا ابخي تماعيد اي تيليلا اوسي. بالضروره ماشي بالضروره مع الاجانب زعما على برا لوبجيكتيف برانسيبال هو انه التطوع ما يبقاش منحصر على جمعيه وحده ولا على واحد المؤسسه وحده بل الفعاليات المجتمع المدني كرهنا ان كل شيء زعما يتطوع. دابا ولينا كنشوفوا دي بروغرام اللي زعما كاينين بحال بروجي ديال المتطوع بحال تيوفا زعما كاينين بروغرامات فين لي جون يقدروا يخدموا فين فوالا. Bonjour, moi c'est Yacine, j'ai 19 ans et je suis actuellement bénévole à Agadir avec l'association El Nasser et je viens de Strasbourg avec l'association AMSED. On est actuellement dans une échange interculturel, dans une échange de rencontres pour promouvoir l'écologie, donc rapporter notre touche française et rencontrer la touche marocaine. Alors moi c'est Ala Seredkin, j'ai 21 ans, je suis étudiante en droit et donc là on est dans le cadre d'un volontariat. Ce qui est génial ici c'est que on découvre un nouveau pays, une nouvelle culture, on s'inspire les uns les autres, on touche beaucoup à l'art, à tout ce qui est aussi tout ce qui est relationnel, on s'entraide et c'est vraiment une expérience très agréable. Même humainement parlant, on rencontre plein de différentes personnes avec une nouvelle mentalité et c'est vraiment très intéressant de voir une autre facette du monde. C'est vrai qu'ici, les gens sont beaucoup plus hospitaliers, oui. Très accueillants. Et voilà. Comment vous trouvez l'accueil, les Marocains? Oui, les Marocains, bah, ils sont d'une hospitalité remarquable. C'est vraiment agréable de passer les journées ici, de travailler, de communiquer avec les personnes, de tout en fait. كما كتشوفوا هذا البرنامج التطوعي اللي كيربط بين جمعيات النصر للثقافه والفن بتيكيوين باكادير ولامسيد ديال ستراسبورغ اللي صيفطوا لنا مجموعه ديال المتطوعين 6 متطوعين اللي غيقضوا معنا لمده ديال شهر اللي غنشتغلوا معاهم في لي كارتي ديال اكادير تحت شعار بور دي كارتي بروبر داكادير من اجل احياء نظيفه مدينه اكادير اللي نسقنا مع مجموعه ديال الجمعيات على مستوى مدينه اكادير. نسقنا مع جمعيه لاميج بانزا، جمعيه شمائل باغروض بن سرقاو، جمعيه ديال الصدى بحي تماعيد، جمعيه ديال حي تليلا، وجمعيه ديال تيكيوين. هاد لي كارتي كلهم ديال اكادير اللي غادي تعرفوا مجموعه ديال البرامج اللي غادي في تيكيوين غنخدموا على تزيين الازقه
اللي غنخدموا فيها في اطار دائما ما هو بيئي اثرا من اجل تحسيس المواطنين باهميه البيئه والنظافه من اجل كما قلت احياء جميله. كنتمنوا هذه المبادره حنا مجرد هذه تكون واحد الفتيله واحد الشعله اللي غتنطلق بين الاحياء الاخرى والمدينه كلها. علاش لا نشوفوا واحد الصيف كله اهتمام ديال البيئه؟ هذا فصل الصيف، الشباب اليوم هو انتهت الدراسه ديالو، لما لا نفكروا في مهمات في مهمات تطوعيه في المنطقه ديال تيليلا. غادي نكونوا غنخدموا على التزيين ديال واحد الحديقه ونخدموا واحد المركز ديال الاطفال. كذلك في مدينه اكادير عندنا واحد التنشيط ديال واحد المؤسسه ابتدائيه في حفل التفوق ديالها للمتطوعين ديالنا، غادي يديروا ديزانيماسيون. في مدينه انزا غادي نخدموا على النظافه ديال الشاطئ. في اغروط بن سرقه وغادي نخدموا على الواجهه ديال الواد. مدينه مركز ديال في تماعيت غادي نخدموا على المستوصف اللي كاين بالجماعه ديال الدرقه اللي كيكون في تماعيت، غادي نخدموا فيه جداريات. وغنخدموا كذلك في التزيين ديال واحد الساحه عموميه في المنطقه ديال تماعيت. هذا البرنامج هو فرصه للشباب ديال تيكيوين باش يتلاقى مع النظراء ديالهم من مدينه ستراسبورغ في فرنسا، اللي كنتمنى بان هذه المبادره اللي تحيي روح المواطنه وتحيي روح المبادره ايضا، على اساس بان كما قلت المواطنه والمبادره هما الرهانان الوحيدان اللي ممكن نحقوا بهم واحد التغيير في بلادنا. وشكرا. Allez, 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 allez.